تلميذ ثالث اسمه كيرولوس عادل فؤاد عبد المسيح، تلميذ ابتدائي تعرض لالتهاب مناعي بالمخ بعد جرعة تطعيم خاطئة في مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية بمحافظة القليوبية، وعندنا تفاصيل الموضوع مع سارة الكامل. كيرلس ابني خد في المدرسة، كان في حملة تطعيم في المدرسة، خد حقن التطعيم، جه تاني يوم سخن وجاي بيقول يا ماما دراعي وجعني، طب مالك في ايه؟ قال لي انا سخطت حقنة في المدرسة. جه تاني يوم حالته اتدهورت، خدته وجريت بيه على مستشفى، خدوا منه تحاليل وطلبوا اشعاعات مقطعية واشعاعات رنين، قال لك ده عنده التهاب مناعي في المخ. بعد حقنة التطعيم اللي خدها في المدرسة بعدها بيومين لقيت دراع ورجله وقفت، حصل له زي شلل وبقه ابتدى يتعوج وعينيه ولت. التطعيم ده بيتاخد عشان يخلي العين ما يتعبش، عشان منع عن الامراض كلها، ياخد التطعيم يتعب ويجيله كل الامراض. قعد اسبوع ياخد الدواء الكورتيزون ما جابش معاه نتيجه، جه الدكتور قال لي انا عايز دواء اي في اي جي، والدواء ده غالي وممكن تتلف عليه هتتعب على ما تجيبه. صرفنا فوق ال 20,000 ومش قادرين نكمل. خدت حقنة في المدرسة هي اللي دروختني، جنب اليمين ده كله وقف، حصل لي حول في عيني، أنا عاوز أبقى كويس وأرجع زي الأول.